طيب لو أنا عايز أعمل بعض العمليات السريعة على كولون منهم، يعني أنا مثلا عايز أتوكنايز أفرق الكلمات بتاعة الجزء الإنجليش مثلا أو العربي أيا كان إيه هو، هناخد دلوقتي فانكشن سريعة اسمها أبلاي عشان أقدر أبلاي حاجة على الكولون كله، الموجودة في الكورس بتاع تويتر لو حد عايز يشوفه، وأظن قلتها في أكتر من درس قبل كده لكن هنحتاجها في السياق بتاعنا عشان الدرس الجاي إن شاء الله. فأنا الأول عايز أديكلير كولوم جديد، عايز أعمل كولوم جديد، فبكتب اسم الكوربس الأول وبعد كده بفتح براكتس وبعمل كوتس وبس اسمي الكولوم الجديد بتاعي. فانا عايز اسميه مثلا توكنايزد انجلش او توكنايزد وخلاص. ده بيكوال ايه؟ بيساوي ايه؟ بيساوي نفس الكوربس بتاعي الكولوم اللي هشتغل عليه المره دي، انا هشتغل على الكولوم المفروض الانجلش هو هنا اسمه ذا فيرسز. طب لو انا عايز اسمي الكولومز دي الاول، يعني قبل ما اشتغل عليها، انا مش عايز اسمها الابيات او ذا فيرسز، عايز اسميهم عربي وانجلش. فبعمل اول حاجه بكتب اسم الداتا فريم بتاعي، بعد كده بكتب دوت كولومز وايكوال، وبعد كده بفتح سكوير براكتس وبكتب اسامي الكولومز بتاعتي بالترتيب. انا عندي اول واحد انجلش وبعد كده عندي عربيك. هعمل شيفت انتر وبعد كده ابص على البارل كورفوس بتاعي سماها لي انجلش وعربي. طيب انا كده اقدر اشتغل، واجي تاني اعمل بارل وافتح براكت واكتب الاسم الكولوم الجديد بتاعي اللي هو اسميه توكنايزد، بعد كده بعمل ايكوال وبعد كده بارل تاني. هشتغل على ايه؟ هشتغل المره دي على الانجليش، وبعد كده بعمل دوت ابلاي. الفانكشن اللي هعملها ابلاي دلوقتي هتعمل ابلاي على الكولوم كله، يعني لو عملت الفانكشن بتاعت اللي هي وورد اندرسكور توكنايز المفروض يعمل توكنايز للكولوم كله في كولوم جديد اسمه توكنايز. طيب هو دلوقتي هنا طلع لي ايرور، عشان نقرا الايرور بنبص على اخر حاجه خالص. اللوك اب ايرور بيقول ان في ريسورس اسمه بانكت نوت فاوند، وعشان استخدمه لازم استخدم ان تي كده من لودر وبكتب التو كوماندز دول. فاول كوماند انا كاتبه ان انا عامل امبورت لل NLTK. طيب يبقى انا باقي لي ده اعمل NLTK دوت داونلود واللايبرري بتاعت بانكت، فممكن احطها في اول سيل عندي اللي كان فيها الريسورسز بتاعتي، فاكتب NLTK دوت داونلود وبعد كده بفتح براكت كوتس واكتب بانكت، اعمل شيفت انتر، اول ما انزلها اكتب لي ترو. فانا كده اعمل شيفت انتر تاني للستيب بتاعتي، المفروض كده يكون عندي كولوم جديد اسمه توكنايزد فيه الحاجات دي. ممكن نبص عليه، نعمل بارلل، تمام عندي كولوم اسمه توكنايزد. الدرس الجاي ان شاء الله هناخد توكنايزد وانجلش نحطهم في داتا فريم لوحدهم ونبدا نعمل بعض الفريكوينسيز زي ان احنا نعد الفيربز مثلا.